السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الديلور وين يرفض العودة إلى المنتخب الوطني الجزائري بعد ما طلب من بعد ما قرر المدرب استدعائه. يعني تشوف كيفاش وين في وقت ضيق وقت ضيق على بالكم، وين ديلور وين شاف الحقرة. هدرناها ونعاودوها، عاك نتوما حكموا على ما كيما يقول لك. ماني جاي ضد المدرب ولا ضد منه ولا بصح شتي، لا الحقيقة نهضروها. ديلور شاف الحقرة، ديلور يعني صراولو بزاف عبايس في ليكيب ناسيونال، حتى محرز وشاف عبايس كي والو في ليكيب ناسيونال. يعني هذه ما هي سهله. الناس كان يقول لك لا ولا راه عايل، لا ما هي سهله. لا يعني ما باش نقولوا باللي نقولوا باللي وين شاف روحو نحقر في ليكيب ناسيونال، رغم انه دار لي عليه ودار منا ودار منا، وحنا كنا هذه تاع تاع شاهدنا كيفاش وين كان يعطي يعني فرصه تاع المدرب. يعني ما كانش عادل، نقولوها ونعاودو، ما كانش عادل في في التشكيله. يعني وين كان شاهدنا وين كان يعطي بزاف الفرصه للبنجاح اللي كان كان خارج اطار، كان خارج الاطار. بنجاح نورمالمون كاس افريقيا ما يلعبهاش، لو كانت في الحقيقه كاس افريقيا ما يلعبهاش كاع، اقسم بالله ما يلعبها. اكبر غلطه اللي دارها جاما بالماضي كي راح جاب كيسموه فيغولي مبليسي. خاطش عليه انا علاه ما نامنش باللي محرز راه مبليسي، علاه ما نامنش. نحضروا لازم خدش عليه فيغولي مبليسي جابه، مبليسي جابه في كوب دافريك، جابه عيط له جابه يمشي لعبه، يمشي كونت سيراليون يمشي. هبلت انا ذيك الماتش تاع سيراليون، لعب كات ماتش مع النادي تاعو ما لعبش، وجابه تربص وقاعد، وبعد دايره كونت سيراليون. سيراليون خافوا منها، سيراليون ما نخافوش منها كاع، بزاف صوالح صرا. زيد الغلطه اللي دارها في الكوب دافريك دارها في الكوب ديمو، دارها في الكاليفيكاسيون دو الكوب ديمو. تشوف كيفاش يعني غلطات ديالهم. يعني هو يتحمل المسؤوليه تاعه، نقولوا بلي هو يتحمل المسؤوليه تاعه. وين بالماضي يتحمل المسؤوليه 90%، ما كان لا كاسابا لا سيدي عباس. انا ما تحصلوا لي لا في قاسامة لا والو، انا ضد هذه تاع قاسامة، انا ضدها. انا قاسامة ما نعرف وما يعرفني بصح ضدها. انا نعرف بلي تيره بلي مركاو لنا هدف واحد في الدقيقه 22، كنا قادرين نبدلوا اللعب، كنا قادرين نبدلوا نشونجمو في اللعابه وندخلوا ونديروا ونجعرنوا ونماركو لهم عادي. انا ما كاينش، انا نورمالمون الكاميرون على حساب ما شفت انا المباراه، كيما شفت المباراه وتفرجتها وعاود تفرجتها، نورمالمون الكاميرون يدو ثلاثه. انا ما كنتش غلط باللي الكاميرون على بالكم نورمالمون في بلادها تدي زوج، في بلادها نورمالمون كانوا غادي يدو زوج. وحده تاع اللي شفتوها تاع محر تاع بلايلي اللي قضبها بعد عاود ولا تريبل الجوار ودار روتري تاع تاع بندبكا اللي دار شويه روطار دوزيام ميتو. نورمالمون يدو زوج، نورمالمون هنا على الاقل ما كاش ثلاثه، لاربي تيليفيزي لك زوج ونماركو لهم ثلاثه ترواه. نورمالمون كيما هاك حنا ما درناش كونفيونس في روحنا، حنا لعبنا باش نحتفلوا، ماشي لعبنا باش نربحوا. لعبنا باش نحتفلوا ماشي باش نربحوا. على هذيك نقولوا باللي اليوم نعاودوا نولوا وين هذه على بالك هذه يعني حاجات ما تدخلش في العقل، ما تدخلش في العقل، ما تفوتش مرور الكرام. هذه حاجه
هذه الحياة ما تفوتش مرور الكرام. خاطش عليه بنادم يا يدس يدس، أنا قلت لكم ونعاود، قلت لكم تحمل وتتفدق، راح يتفدقت شقد دس منا 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 دس منا، واحد جاب معظم دس عليه، واحد جاب منا دس عليه، واحد جاب منا دس عليه، مات. واش صرا في الكوب دافريك؟ يعني مش عبورة ما عنده تا دخل مسكين. انت ما حكيتش واش صرا في الكوب دافريك، حنا حكيناها نورم. انا حكيت واش صرا في البيستير في كونت بوركينا فاسو هنايا، حنا صراو صوالح في البيستير، الناس دخلت تلعب تا الدوزيام ميتو باش خرجوا، ودخل في غولي. روحوا شوفوا شوفوا بروميير ميتو شكون اللي لعب كونت بوركينا فاسو، دوزيام ميتو شكون اللي خرج الاول ودخل في غولي، روحوا شوفوا انتم تعرفوا. وانكشف موقع لا غازيت دو دي فيناك المفاجأة المدوية عندما ذكر أن أندي ديلور نجم نادي نيس الفرنسي رفض دعوة الناخب الوطني للعودة إلى المنتخب الوطني الجزائري في وقت ضيق جدا. هي شوف 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 هي ديلور هدر مع المدرب، هدر مع بي، هدرتو بيناتكم. حنا ما تجيش تقولنا كو، قلت لنا الشعب قال له ودي ديلور راه يلعب مليح، زعما كان ما عيطلوش في ديك الضربه تاع مي بغينا نلعبوا مع هي مع النيجر الي روتور في الندوه الصحفيه قبل نلعبوا مع النيجر هنا، طرد قد دعوة وقال لك منا. ومن بعد زاد عايره دايره زورو ودايره من ودايره من ودايره اي نورمالمون كو مي قالوا لك قلت لهم لا راه عندي خبره، راني نلعب بالخبره، هذو اللعابه خبره ومحتاج انا سليماني في لافريك ومحتاج نورمال كو بعد تكون من عيط لك غادي يجي هاي يرتاح هاي يرتاح قارت تامور كوب دي موند زورو بس ما تعاود. وذكر المصدر ان المدرب استدعى مهاجم نادي نيس الفرنسي الى ان الى الى معسكر محاربي الصحراء المقرر شهر جوان الجاري استعداد لمواجهه اوغندا وتنزانيا في تصفيات كاس امم افريقيا، لكن اللاعب رفض ذلك. واكد مصدر ذاته ان المدرب حاول معرفه نيه ديلور في العوده الى المنتخب الجزائري عن طريق احد زملائه في نادي نيس هشام بوداوي ويوسف عطال، لكن الرد اللعاب كان سلبي على المقترح، وبرر مهاجم نيس رفضه بظروف عائليه طارئه لا تسمح له بالانضمام الى معسكر المنتخب الجزائري حسب موقع لا غازيت دو فيناك. لا ما كاش منها هذه على بالكم، اللي ما بغاش يجي وصاي لي باغي شخصي يعرف، هو لي باغي يعرف كاع الاخر كسموه بوداوي اللي بيهدر يهدر مع بوداوي على بالو شصاري، على بالو الحقيقه بوداوي على بالو الحقيقه شكي، وقال بلي امها مريضه ومن نفسها، هو راه عارف الحقيقه كاع كي داير بوداوي، هو اللي عارف الحقيقه. على هذيك نقولوا اليوم بلي المنتخب الوطني الجزائري وين الهيبه تاعو شويه راحت، يعني بسبب انا على قلت لكم بلي المنتخب الوطني راه كيما نادي هاوي، نادي هاوي عليكم نعاودو عليكم الكلام، ما ولاش تمشي ليشان ما مشاش ليشان، ولات المحبه في الاخرى، ولات السوسيال، ولات الاماكن محجوزه مسبقا، هذو صوالح كاع هدرناهم. انا مانيش مخلوع، انا نقولها لكم ونعاود، انا يا الاقصاء تاع ليكيب ناسيونال بالنسبه ليا ما كاش مفاجاه، كان منتظر الاقصاء كان منتظر بالنسبه ليا، والله ما مفاجاه. كوب دافريك فانيك ما كانش مفاجاه بالنسبه ليا، كانت منتظر، كان شويه امال صح، كانت منتظره، كانت المفاجاه للناس، كنا نهضروا فيها بلي جايه. انا بغيت الخساره، بغيت الخساره كونت تونس ماتش اميكو، بغيت الخساره كونت المالي والله العظيم، وكهدرتها قدام الماتش تاع المالي، وهدرتها مور الماتش تاع المالي، وهدرتها قبل الماتش تاع تونس، وهدرتها مور الماتش تاع تونس. قلت لكم لو كان خسرنا خير، خير ما نخسرو في ضربه قضيه. الناس ما تفهموش، زاد ثاني كل لونترينر ولا يحوس غير يربح،
هو ولا تبلو يربح باش يسكت الغاشي. لا تسكتني انا وانا مناصر تاع منتخب وطن. هذه هي اخويا اللي داري خلصوا صيدك.